تعالوا بقى دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن مع انطلاق مواجهات ربع النهائي توقع اطراف المربع الذهبي لكاس الامم الافريقيه. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ويتوقعوا مين في المربع الذهبي. اول حد معانا محمود ناصر بيقول صباح الجمال يا نيرفانا، صباح الفل عليك يا احمد، نهاركم ابيض زملكاوي بخطين حمر. انا متوقع ان شاء الله المربع الذهبي هيكون مصر تونس السنغال الكاميرون، وان شاء الله البطوله من نصيب المنتخب باذن الله. وتحياتي طبعا لاحلى اعلامي في مصر نيرفانا واحمد، بحبكم جدا واحنا بنحبك جدا والله يا محمود. شكرا يا محمود. حسين الزملكاوي بيقول ان شاء الله مصر والكاميرون وتونس والسنغال، اتمنى ان المنتخب المصري يفرحنا بالبطوله يا رب، واجمل صباح على كل ما هو زملكاوي. محمد انور بيقول صباح الياسمين عليك يا نيرفانا، اطراف نصف النهائي مصر ضد جامبيا. مش شايفنا ولا ايه يا عم محمد؟ ماشي، مصر ضد جامبيا، بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائيه. اتمنى ان مصر تفوز ببطوله كاس امم افريقيا. زملكاوي منورين شاشه قناه الزمالك، هو شايفنا اهو بس ما رحبش بيا. شكرا يا محمد، كتر خيرك. رودي بتقول ان شاء الله مصر والكاميرون وتونس والسنغال، بالتوفيق لمنتخب مصر.